Maria. احتفلنا بمناسبة سعيدة جدا في حياتنا في رسالة أبونا مينا كاهن جديد لكنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس في مدينة أندهوفن في هولندا. أبونا مينا مثال نموذج طيب جدا للإنسان اللي قدر ينجح في حياته العملية والعلمية، أنه وصل لأرقى الدرجات العلمية وأشبع نفسه من البحث العلمي والدراسات وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة بكفاءة عالية جدا، وكان مستمر في عمله، وبعدين كرس حياته لربنا ودخل سر الكهنوت وقبل الكهنوت عشان يخدم أولاده ويخدم شعبه في كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس. عايز أقول إن ده نموذج حلو خالص للتكريس، نموذج حلو للإنسان الناجح اللي بينجح في حياته برا الكنيسة وجوه الكنيسة أيضا. وكان شماس حلو خالص ومحب للخدمة وخدمة الشباب وخدمة الكلمة، وكان أيضا ناجح في حياته الأسرية وفي عمله وفي مذاكرته، وبعد كده قدم حياته لربنا إن شاء الله ينجح ويبقى حلو خالص ويبقى سبب بركة
للأجيال. نحيي هذا اليوم التاريخي العظيم لأن فيه إضافة لخدمة الكهنوت في الإبرشية، كاهن فاضل وإنسان ناجح وحلو، وإن شاء الله يبقى كاهن مبارك وله خدمة جميلة في الإبرشية. بنشكركم على اهتمامكم وعلى تغطيتكم الإعلامية، وربنا يجعل هذه الخدمة سبب بركة لكثيرين. شكرا جزيلا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحقيقه انا فرحان جدا ان ربنا يرتب لي فرصه اجي ازور ابرشيه هولندا بدعوه من سيدنا نيفت الانبرساني. طبعا هي علاقه قديمه جدا مع سيدنا لان احنا الاثنين رهبان من دير البراموس، وسيدنا شخصيه جميله يعني عمل خدمه جميله في هولندا من خلال اكتر من 30 سنه، ويمكن يعتبر هو مؤسس الخدمة، مؤسس الكنيسة في هولندا، وبقى ليها يعني كنائس كثيرة في الإبرشية، هو اللي خدمها وهو اللي أسسها. وكمان الفترة الأخيرة بقى في دير، في راهب من دير البراموس بيعمره، فكانت فرصة ان انا اجي ازور الإبرشية وازور الدير، ابيت في ليلة، اتقابل مع ابونا ماكسيموس وابونا يوئير البراموسيين، وتقابل مع مجمع كهنة إبرشية هولندا. وفرصة جميلة جدا ان فيه السبت بكرة هيبقى فيه رسامة لكاهن جديد. الكاهن ده طبعا من ابناء الكنيسة في مصر، وانا اعرفه وهو شاب صغير، وربنا يعني وفقه وبقى استاذ في الجامعة ومع دكتوراه في الهندسة، لكن هو ما بخلش عن ربنا بانه يكرس حياته لخدمة الكهنوت. فاحنا فرحانين بهذه الدعوة، وفرحانين بالصيامة، فرحانين باختيار سيدنا ليه، وبنصلي ان ربنا يوفقه في خدمته الكهنوتية، بيبقى سبب بركة وسبب خلاص لنفوس كثيرة. انا بحقيقة من زمان زرت هولندا، لكن شايف دلوقتي في زيارتي في تطور كتير في الخدمة، وتطور كتير في الكنيسة والأباء الكهنة والعمل المقدس. ربنا يبارك، ودايما نشوف هولندا وبقية الإبرشيات من مجد إلى مجد في حضن ربنا يسوع المسيح. كل زيارة وانت طيبين. النهاردة بنعمة ربنا فرحة الكنيسة، كنيسة الملاك مخير بأنبا أنطونيوس في إيندهوفن، بتكريس أحد إخواتنا الشمامسة في خدمة الكهنوت المقدس، صاحب النيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا، وسيدنا أنبا رفائيل الأب المحبوب سكرتير المجمع المقدس والأسقف أسقف عام كنائس وسط القاهرة، فرحونا النهاردة بتكريس دياكون الشماس مينا بديح حبيب في درجة كهنوت باسم قدس أبونا مينا. والحقيقة الفرحة روحية أكتر من فرحة عادية، لأن كاهن جديد يساوي افتقاد أكثر، وكاهن جديد يساوي اهتمام أكثر بالشباب وتنشئتهم وتعليمهم طريق ربنا، وكاهن جديد أيضا يساوي افتقاد أكثر الأسر ومساعدة الأسر في أنها تعيش حياة مقدسة في بلاد نظر فيها الحياة المسيحية. كاهن جديد أيضا بيساوي صلوات أكتر وقدسات أكتر مرفوعة عن الشعب وعن الكنيسة وعن حياتهم وعن أولادهم وعن دراستهم وعن أعمالهم. كاهن جديد يساوي أكتر توبة أكتر واعتراف أكتر ورجوع لطريق ربنا أكتر ومعرفة طريق المسيح أكتر. فالأب الكاهن الجديد بيساوي أيضا أبوة للشباب وللأولاد وللأسر، والأبوة الروحية هي العنصر اللي بيبني الإنسان وبيربطه بالكنيسة. والكنيسة القبطية زي ما علمونا الأباء قايمة على الأبوة، كل ما بتكون الأبوة أكثر دفئا وأكثر محبة وأكثر اهتماما وأكثر رعاية، كل ما الكنيسة بتبقى أكثر نموا وأكثر التصاقا بالمسيح وأكثر معرفة في طريق ربنا، وهو دي فرحتنا النهاردة. فبنشكر ربنا على اليوم الحلو ده، وبنهني قدس أبونا مينا، وبنهني شعب الكنيسة، وبنشكر أصحاب النيافة سيدنا الحبيب أسقف هولندا نيافة الأنبا أرساني اللي من أول المشوار هو بيشجعنا وبيرشدنا وبيرتب لنا كل الأمور، لأن يكون النهاردة احتفال حقيقي، احتفال روحي حقيقي بتكريس أحد أولاد الكنيسة في درجة الكهنوت المقدس. ونشكركم على تعبكم وعلى اهتمامكم، ربنا يخليكم. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أحب أشكر ربنا كتير جدا على اليوم دوا، أشكر ربنا على النعمة الكبيرة اللي ادهاني اللي ما استحقهاش. أحب أشكر نيافة الأنبا أرساني
وأبونا يوسف لينطبق عليهم قول الكتاب أخونا تعب وأنتم دخلتم على تعبهم. هم تعبوا في الأبرشية دي وتعبوا في الكنيسة دي وخدموا سنين طويلة وفي الآخر جابوا خادم يخدم معاهم، فأنا بشكر محبتهم كتير، بطلب من ربنا أنه يقويني ويسندني في الخدمة وأقدر أن أنا أخدم ولاده. شكرا.